الله فيكم. انا الحين في اي 3 في مايكروسوفت اجرب لكم لعبه جيرز 5 مع ناس قاعدين يلعبون طور المالتي بلاير. اعطوني شخصيه تانك المفروض، المشكله اللي جنبي اختار نفسي بالغلط، فصار في اثنين تانك الحين بالتيم واحد، فالله يستر ايش بيطلع معنا. وينك يا بت؟ انت فين؟ والله دعست هذه سحبت علينا. اوكي شفت حاجه، اخويا ذولي ما هم متعاونين ابدا، فبسحب عليهم سيفون اوريهم اللعبه على طول الحين. ترى ما مش الوضع، الحين يقوم الجلد. وهاي ذولي ما في تعاون معاهم. خل الرصاص، خل يشلك الرصاص، خله خل الرصاص. طيب هذا مو جديد في اللعبه، اسمه اسكيب. فكره اني انا هاجم الاعداء بدل ما هم يهاجموني، فانا اللي اروح لهم الحين عكس الهورد. وحط لهم قنبله بس مقرب عشان افوز. يعني احط قنبله اول شيء بعدين ننحشه. ننحش. الحين نحاول نحط القنبله في مقرهم. خلاص حط القنبله احنا. اوكي. الالتي بروح من الجهه الثانيه واعطي ميلي. جلدناه. وين بعد فيك؟ اخذنا سلاح جديد فرغ فيه. اوه والله جامد. وين حبيبي؟ جيب رصاص. حلو جمعنا سلاحه. شوف يلا والله ما ينفع تعاون معهم ذولي. يا كنت باب ثاني مرة اصبر علي. اوكي حطينا قبل احنا لازم نحاش بعد ما حطيناها. اطلع من هنا. هنا غرفة التطهير. ننتظر الباب يفتح الحين. ايوه شكله بيجون ناس. اوه شوف قام يطلع الدخان هذا نفس السم. يلا جلد الحين. جو 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 ثاني ذا والله صار ذلك. انت هوب انت يا ولد القرود. حلو الحين اساعدك. ها الحين تبي اساعدك لو تك الباب علي. يلا احمد دربك يا طلبي. اي هي خلني اساعد حتى ما يخليني اساعده. بقول قلبي طيب ما تستاهلون انتم. طيب الحين المفروض في بعد زياده عندي الالتي تعبى ما احتاجه الحين. حاسوي ريلود. ريلود قوي. خريطه كبيره وفيها ابواب كثيره وغرف بس لما في اسعار تطلع بس هذه شكلها افضل تذبحهم هنا. ايوه وين يا حبيبي؟ وين يا حبيبي؟ انت الحين ايش اللي خلص صوت بسرعه ذا؟ حط اصلا انت
ايش صار فيني؟ كهرب. انا عبيت الرفاق. لسه بإعداء الحين هنا مفروض يكونوا فيه افتح باب في احد هنا هذي هنا افتح رصاص معاته هلا حقي وش ذا؟ وساتر كم اقتونا ذا ليش؟ جيب السمك ويجيب يجيب تحت بعد وا وا اخر اخر يا حيوان هي 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 ليه انا طيب؟ ليش انا تركتهم هو؟ يا اخي انا منحوس باللعبه انا اوريك حطه هنا ما يخلص رصاصي واقدر افرغ كل عرق ما تقول ايش اوه في سنايبر بس سنايبر وشو دخل عندي ذا اوكي اوكي لحظه انا قاعد احاول اني انقذ خوي بس هذا اعطي ميلي ايوه دلوقتي اذبحه خلاص ما ابي ايوه اعطيني هذا انا انقذ الموقف حلو ايش هذا السلاح رهيب تعال بس وقف وقف تعال لا لازم تايمينج فجر لا فجر يا اخوي ايوه ميلي ذا تعال 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 عبو اوه يس هيفي ويبن ليتس دو ذس وينهم بس اشروا لي انتم هذا بوس؟ تاج بوس، تاج بوس فرق فيه السلاح. حرام عليكم سلاح قوي في 98 طلقة. اوه خلاط. ذبح كل. وخر لا تغطي عليهم. ايوه. ايش خلص رصاصة بسرعة. يوه والله مكتوبه
دقيقة انا اضرب واحد ميلي انا خلصنا فزنا يس 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 ما اعتقد اني سويت شيء بس الحمد لله فزنا ام في بي اعطوني صح؟ انا ام في بي انا هذا او هذا انا مين فيهم؟ اوكي هذه كانت جيرز اوف وور او جيرز 5 زي ما تشوفون الطور هذا اللي هو قلنا لكم عنه فينوم اسمه ما ادري ايش اسمه باتل هو ولا ايش فينوم؟ طور سكيب هذا الطور لا اوكي سكيب طور السكيب حط قنبله عند الاعداء بعدين تنحاش حلو اوه واعطوني هذا عاد انا احب اجمع الاشياء هذه جيرز 5 بن حلو تقبل المتابعه معكم ماكو بعد الشيحه ومع السلامه